وطني هودا لاتا اللي انكاكوش انا افورا وطني طرش على اهورا وطني نهوكا ميتا وطني امبال يدا اطيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحان السلام اياه لما الشعب غير سومالي الان ميلك استوي تشوغه انت بضن رونتا دوتكم تشعلا لكن رونتا وحاول نعب ما انت حسبك كل مية أبو أنقارية يسوي كهلا يا قرار كرنت ولا هذا هاي وهاويلي فوري لقو نعب لقو روكي إسك كاريب فيست الضاغ ضبع لقو راد جوب فول كارور روح رحضون يو رئيس دالنا منكم مرحبا كل مية وحو يريدها وحراي حقوق الإنسان كي يحرية الغول كي شايلة شوى بوحان وها ويعير يوسيهين مد هادلاي مد فيسبوك وحكو غوري مد تويتر وحكو غوري مد ورقيس وحكو غوري مد رياضي يميدان ولي لوشيهين وحي لغو ما يابع انتبا شيلك اللي انت كعبيان مانتا وحا موغضة سانسان عبرين ايا ديكتاتورية هذا العرب الله هون حريسته ابوان هير سومالي لاني وكدق ايا ديكتاتورية دي سو سعوتي يكون سقال بغول سقال ايا لحدان كي مكي دولة دي ملتر وقفتتي سوماليا يسوغو يغاني دولة دي كون ريسينا عوارو وحو تحكيري عوارو ولا فالين هي عمل لدي دي ثاني وعرشو غيره يتشالك كوعيوك ما يسوي يجيه سقال يلي حدا كي هي مانتو سياسة دبان معها ملاوال معها شعب كاغا قول لها قردامي يماها دانت الدل كاغا يتدد كاغا iyadoo umadaada oo laga sareysiyo danta shakhsiga maaha waa adaatay in shacabka Soomaaliland xukuumadii kala dambeeyay ee kulmiye ay khiyaamo ku haasaawinayeen muddo 8 sanadood ka badan madaxweynihii hore Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu ahaa gudoomiyihii SNM ugu muddada dheeraa madaxweyne hadda jooga waa Muuse Biixi wasiirka arrimaha gudaha waa Mujaahid Maxamed Kaahin waxay ku doodi jireen haddana ku doodaan in dalkan cid kasta uga laxa jecla badan yihiin maadaama dhiigoodii u shubeen naftoodiina u hureen Soomaaliland ma dhabba waynu arki doonaa waa xukuumadii kulmiye ee hore shacabka u sheegtay inay heshiisii la gashay dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ku saabsan horumarinta berbera dekedda berbera iyo inay siisay salig military xukuumadda kulmiye waxay caado ka dhigteen inay ku eedeeyaan xisbiga wadani inuu ka soo horjeedo maalgashiga iyo horumarka Soomaaliland wadani midda kama soo horjeedin ee wuxuu lahaa heshiisyadii ay gasheen shacabiga u soo bandhiga mowqifka xisbiga wuxuu ahaa weli leeyahay inaanu taageereynin heshiis aan umadda loo soo bandhigin oo suuq madow ah oo in yaroo farakotirisi oo keliya og tahay oo mugdi badani ku gadaaman yahay xukuumad iyo xisbiba kulmiye waxay ku celcelin jireen oo meel kasta fagaarayaasha kaga tiraabi jireen in xisbiga wadani Soomaali weyn xiriir la leeyahay runtii xisbi ahaan markasta waxaanu arintaa warkeynay gaf iyo meel ka dhac inay ku tahay wadajirka shacabiga iyo qarannimada Soomaaliland waxa xisbi ahaan aan warkeynay in arintaasi ahayd
قيقس كقرن كل مية سمينة يي سو شعبك إن ده هو ده وجدشي ديو فللدم بيدي هذا منطقة رحي أيو سمينة يي إيه قرن دم سنيم ده دولة كل مية دولة كل مية كلا دم بيجي وهاي دقيها كفرستان إن الكتش وابان كل علين تي حسب جوضني إيه هاي تهشيش كذي أتقشين شعبك إيه برلمانك وصوب عندك أو مقدك كسارة سيد حكومة دا كل مية شاكتاي يو اي وحي جلي نيسا دا كده بربرا أفر بغل أو مليون أو دولار وحرنا أو نبا هدي لقيمة يد كده بربرا قيمة هيدا إيه دو دا كده روش كوري ساي مرايك كون بلاري إنا كا قيمة بضان تاي أفر بغل أو مليون إيه دو انتاسي چرتو وحنو دا كده نكا قادان ناي بغل كيبا صوتا تدباتنا وينو بحينا سبب توي سبب حيطان محاك اللي فين مدارك بربرا أورديسون لقونا تلمامينو يحي the longest runway in Africa او اي نان قيمين وقوري جنة بلاش دولة دا إماراتك ساي وقال ديك توصل ديك ملتري يدون حكومة دا كل مية عضاين وحي كوب بدشين يدو وليبا مرار ايكا سبب حيان ان لقو كريي مليون يا بار دولار سنة كي سيدو بخاري يحي وهكذا لو قد رأي مدار كي بربرا إيدسنا دوردن تدباطن كيلومتر اللي بيتش بارن دولة دي صوماليا ومر استعمالها نوغاك رأيتي بربرا مدار كي بربرا دولة دي مرايكنكا وحي سنة كي كغادن شرتي سغاشن مليون أو دولار كن سغال بغولي سديتكي قيمة هذه ما أنت لقيمة يو وحول نجمة هل بليون دولار وهكذا أنا حكومة كل مية كتش وابين سبب في سومال لأنه قام بدقين حلف الدجال وأنقول يا شا شرع دكتين تاسحين تاسو ضلكن وكين إيسا إن أي مستيستان على الدجال أو أي ورم قبطو كيهين قارية إسقاط تحديثي وطا رنت وحولي نیکی کور روند دنبی لغو خرو، ریبا یه بین لار رکاب سادو، حبسی لغو ریز رساس لغو فرو، رهانتی سود دلور رگو، آکره ویر رچال لگر دیگو، رهان راد یه رفت کوگو مودی، سومالی لند، و دل علی اعترافین و انهلین، اقوانس عالمیه، اونا با هم دل کسته، و دنیا کم میده. دانينا وقومة جرتة سومالي لان إنا اللعو اللوودو دل آن علادين صحو ما راقنو إن دولة دا سومالي لان أي اللعو اللوبان دولة دا دولة دا هاي علوبين دولة دا إماراتك صاحب نوغاتان دولة دا هاي إماراتك صاحب كيهين دولة دا دانا كردحية داقالا كردحية جبوتي إماراتك وحبا كردحية قطر إيه إماراتك وحبا كرده حيا تركيا إيه إماراتك وحبا كرده حيا إنه قوح نوبهان أي دولة دانين يقوب الكوردان إنه إنان متيئة إنه العلوبين الله نغن وما أرقننا صح إن دولة ده إماراتك يعليهين أي نوع الله نحي وحي نوبهان نحي إنه صاحب لنغن وضمد الشارك أي نوع نحي إجبوتي إتوبيا إيه صوماليا وحي كرتي سؤال مواد كستايس ويديني أو رير سومالي آيه وددي ودن بيسي مدحوين السيلانيو إيه مدحوين موصبيه محي الشعب يقود إيه بارلمان كودا وقرين أيان إنا يصوبان ديغان هشيسي داعي الشيغان إنا لقالين دولة دا إماراتك عدة دبطة يسيح دي وايو هشيسي دن وقود دنباين وحي الشعب يقر رير سومالي لان لها حكومة دها كل ميو وعديا أو كان هشيش كذا نبتها وح وح وودا ماضي حلقي أو حقرين كريسين والله وودا ماضي وبالله وودا ماضي وح ما أنت عداتي أو عداتي شعبي غير سومالي لان إن كل مية شعبي كيسة على كيسة يعيدي سخيامي سر مغبي الله سبحانه
كل بيو وحي هور سنة دام با هذه موين كي أضل كان يضد كان كجشين وأكو وقت كعد عادي قارن نمضي يا مدح بناري دي سومالي لان وحي نقلون طاي وحي نقام بطاي كن سقال بقول يلي حدنك وحي مر لبعض أم بطاي والله أم بضاي مدح وين السيلانيو وحكت جي تاريخ مدو قارن كان يا مدح بناري دي سي وحو جيستي داوعي وبحما وحد عضي خيامة قران شعبي قيس عالن كيس عيدي سيهي ملدي شعبي وخيامي وحو كل بدا شي قولي ستاقي سومالي لان إيا ما دحبنا لدي سي لغاله إيا دانا شخصي أه هسي شير دي كده إيا صليقة بربرا أو دولة فدرال كستحي حضي أيو قردي قاي إن حكومة سومالي لدلقة شي دولة إماراتك شريتان كوركن سدا كور قبتان وحا حقيقي دولة وسير الدولة رمها دبدة دولة إماراتك عربتها أنور محمد غرغاش ورئيس توسوسي بي بي سي ده لانت أفكا عربية هذا الكدولة إماراتك وادب وادب سيلاني وحو كبي دستورك وحو خيامي شعبي وحي ملودو دي كردي هجم دو وياد كان يسو ان دي بلوغة سو سارو وحو متايستين محكمة لهور كينو ولغو قادو خيامة قران مدح وين موسى بيح عبدي وحو قيب كاها شرقول كي يرنقرت كل مية ومليقي شعبك سومالي لان مركة هوري حقو قلبو كاها خيامة قران اي مدح وين سيلان يو قيستي داد كيسة يد الكيسة فايل كي دولة دا إمارات كستحي حضي سيلان يوحو كوري كي موصى بيحي مركي وحلك كوري كي مدحوين موصى بيحي ولو هاي استي فرصت مركو كرسيك مدحوين اكو فريستي اوه هايد انو صحو خلط خاص اما الشعب يقيسة ايا بارلمان كو صوبان ديگو خيامة دا قران اي مدحوين كوري يسميه midna ma samayn wuxuu yiri heshiisyadii dawladdi hore gashay waan fulinaya kuwaas oo ay maanta cadaatay inay noqdeen heshiisyo ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Imaaraadka wasiir dawladda Imaaraadka wuxuu sheegay inaani wax heshiis la gelin Somaliland aqoonsanayna ay aqoonsan yihiin qaranimada Soomaaliya wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihiin Soomaaliland madaxweyne Muuse isagoo kitaab quraana ugu dhaartay inuu daacad u yahay shacabigiisa iyo dadkiisa wuxuu been u sheegay shacabigiisa kana qariyay in heshiisyadaas Soomaaliya saxday waxa uu cadeeyay shacabigiisa wuxuu u cadeeyay madaxweyne Muuse in heshiisyadaas dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay wada galeen ee ay kala saaxdeen inuu fulinayo madaxweyne Muuse Soomaaliland wuxuu ku riday godkii Soomaaliland madaxweyne Muuse godkii Soomaaliland ku riday madaxweyne Siilaanyo ayuu isna goostay inuu ku sii hubsado oo amuuda ku rogo Soomaaliland su'aal muxuu se Muuse ku bedeshay inuu sidaas mujaahid ku yeelo madana gaarahba madana dhaqaala ma markii hore ayuu qayb ka ahaa shirqoolka oo faraa laga hayay madaxweyne Muuse wuxuu jabiyay dastuurka wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay khiyaamada al-udma wuxuu ku kacay khiyaamada al-udma wuxuu ku kacay khiyaamada al-udma waxa uu banaann madaxweynaha laba arimood mid koodin u yeelo inuu is casilo dadkana saamaxad weydiisto kuna dhawaaqo in la qabto doorashooyin madaxweyne oo cusub
وهكلاو بنان هدو تايلي وايو إن لغو قادو خيامة قران أو لغو سمية ماموسك حيوبين سيلان يو موسى هدوا مجاهدين تي هدوا كوي يرديغا أيا نورشو من اللانت وهي سكو راعين إن الشعب يقود بيرو الشيغان إن دسر عاديان دمرك كوي هيان تسان شعبك إن يقران كرنسا يان والدفاعية يقو أوق قد كي يكون ريدين سومالي لان أي كسو حوالين أي فاتحة كسود الأخرين مدح بناني دي يقران نمدي سومالي لان نصيستين لغاله يدنا شخصيا يقو كدد دالي إن الأوغانين أو شعبك كقريان فالدنبيت كاس تاسي واحد كشف أنت ما أنت كنت قرارة ما أنت تلو مدحويني موسى يحس بك وطني ما هي شعبك وش يجدونه حس بك كل مية ما هي شعبك وش يجدونه وعضاتي إن مدحوين الظاهر هي لك كاهن لبدأ مجاهد وقال حتى على بطنا سوماليلاند هذا مجاهد مو هاي سوماليلاند سومالو حكومة مادا بورام هذه مها قدين هذا دارايس هذا قدنا هذا دارين كل عدون تاني مو يعني واحد اللي يقول الله دور الشدة ما تحتوي ذا كل مية هذا هو ولا يين وضني وسوماليوين أصي شيء وحمان تكشف أنتي سوماليوين تين نقاب نيد يا كل حكيتي سوماليلاند أنا قطع كل مية لبدي حكومة ضغط أكل مية كلا دنبيي لبدي مدى حوينة أكل مية كلا دنبيي سيلاي يا موسى وهاي أقول هذا إن الصومالي يستحق هذا هشيز كده كده يسال ليك بربرة قولي شو تاجي يا مدحني مدي مدح بناني الصومال لنا وهاي كل بده شيء نقاله يا دنقارة وهاي نسوي شيء دين يا مرلا بعض هذا أي شعبي إنه وهايان وحرمه إن صاحبك دكتور سعد علي الشريح وسيرك يا ريمه دي بده يا وكيلك الصومال لان إماراتك مضان باشا أول ما أنت سيان ضاحس لهين السوعة سيلان ما داما أي إنشنير ركا هايين شرقول كان يا خيامة قرن الصومال لان لوجيستي الصوف بحضي مدحوينها يفتقيس يوفتقيس سفر كودي قدن بيهي كنت تجاني إماراتك وحي بلشدة كيبينيين وارباهين تلسو هرتاقنايين إنها الشيشدي دكدة يسر لقى بربرا أي فلينيين كواسو سومالي لان اتعراف إيا غونسي وكيري دونه وسيرو دولها إماراتك وحوارين تاكي قد شوابي شوابنا وقردقاي إناين دولة دي سوا قوانسانين سومالي لان إيانا ويصوف بحي والله هشيشي دي كلا سيحدين دولة فدرالكا صوماليا هي دولة إماراتكا وحيس ويدين تتهي يا صوماليا أصحيحي هشيشي داس وهي مدحوين ياشي كل مية ووكيشين ما حسن شيخ بوها ما عبد الرشيد علي شرمركوها ما غفكلوها وحيس ويدين تتهي ما لابد دولة دولة إماراتها ليلة هذا ياشرة ومدينة هشيس لقى شي صومالي لان بدنا لقى شيء دولة فدرال كصوماليا وأمايا الشعب كصومالي الآن أي كل مية بين عدكو إن لصر عادين أي كل مية ما أنت وحو قاضي يا أنا عن مغلي يا إذن أنا مغلي سان هيس معان وحالا إلى هذا تانا يسوع دولها مربع دعار قوشتها وقد ضمبين كحسبيهان وحنو عطينينا شعبك الصومالي الآن إن مدح بناني دي قررني مدى الصومالي الآن تهي لما تابتان وحن بلشد الصومالي الآن دقو باقيا إن يقو مدعا أي ميلوك السوق ذا جيستان هشي سيدا عن حلاش آهين أي قرن كان أسوهو يي داوعا يبه الدلك آنو قلبسان إلو هدو دلي وحن كو علينيه موقف حسبية كتاجن يهورن وقتاجنا
oo ah inaanu taageeraynin taageersanayna dabaca danaysiga ah iyo khiyaamadu ku jirto ee heshiisyadaas wuxuu soo dhaweynayaa xisbiga wadani heshiis kasta oo loo maray dariiq sharci ah oo Soomaaliland dal ama shirkad la gasho beentii way dhammaatay runtii baa ina hortimay wadani xilligii ololaha waxa uu ballan qaaday hadduu doorashada ku guuleysto inuu dib eegis ku samayn doono heshiisyada dekedda iyo saldhigga berbera maadaama marna shacbiga iyo baarlamaanka toona loo soo bandhigin taasi ayaa kaliftay in kulmiyo ku eedeeyo xisbiga wadani Soomaali weyn hase yeeshee wadani marna ka gaabsan maayo runta inuu sheego qaranka inuu difaaco gaariye isagoo tixdii runta sii wada wuxuu yidhi ma sariiq gabo nimaad ruunay raatubtiis tahay rafiiqaaguna hadduu rubad go'o ada arrimaney raaga kala dhala tuu raagahaasi waa kuma raagahaasi inuu wadan yahay baan umalaynaya kulmiyow kulmiyow ama sharciga ayaa idinka hayn ama shacbiga ayaa idinka hayn labadii madaxweyne ee kala dambeeyey ee xisbiga kulmiye mujaahid siilaanyo iyo mujaahid muuse waxay shacbigooda dalkooda iyo dadkooda kula kaceen si badheeda khiyaamo qaran madaxweyne siilaanyo waa in maxkamad la keena mujaahid muuse biixi saan hore ugu tibaaxay waxa uu bannaan inuu laba arrimood kala doorto kow inuu iscasilo shacbiga Soomaaliland saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyana ku dhawaaqo laba in maamuuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne muuse biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka waa salaam ya shacbiga reer Soomaaliland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh